الو، اتفضل. شلونك استاذ وليد؟ الحمد لله، والله في نعمة. الله يحفظك ان شاء الله بخير دومك. حضرتك سني ولا شيعي؟ شيعي شيعي. طيب اتفضل، عايزين رؤيات للحسين رضي الله عنه وارضاه مسندة. اقول لك هذا شو اسمه، مو البارحة هذا همات يعني كان الموضوع على هذا الشيء. والله انا النهاردة كده عمال يعني قاعد رايق بصراحة كده، وعايز أسمع روايات عن الحسين رضي الله عنه وأرضاه. والله يا عمو ما عندنا روايات وما حافظي لأي شيء احكي لك الصراحة غير غير إيه، اللطم والتطبير. اي والله العظيم. والله أنت، والله أنت شيع منصف. هقول لك اي إيه، أكتر والله من لا كده. والله احكي لك الصراحة، اقول لك انا بكربلة همات يعني عايش بكربلة يعني نعم. زين يعني احنا هسه بصورة عامة مجتمعنا هذا يعني هسه العوام الموجودين بصورة عامة ما يعرفون يعني تفاصيل عن الإمام الحسين، ما يعرفون عنه تفاصيل، هو يعرفون أنه هو إجا لهنا زين وجابوا يا 70 واحد وجاء يزيد دز جيش وقتلوه، وهو شو اسمه ابن الإمام علي وأمه فاطمة الزهراء، هن ذني يعني غيرهم ما يدري بعد غير شيء ما يدري، حتى الله كبير ما المستعان. يدرون من المشكلة إن السعودي. مفيش، أنت تعرف ماشي، لو ماشي الحاجات دي كلها إحنا عارفينها، لكن المشكلة أنت تعرف لو هو بحث مش هيلاقي روايات مسندة صحيحة للإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، إلا حوالي روايتين ثلاثة. ففين تراث ايه ما الحسين صحيح رضي الله عنه وأرضاه؟ هي الإشكالية هنا، أين تراث الحسين رضي الله عنه وأرضاه عندكم يا شيعة؟ ما انا ذاك اليوم اتناقشت ويا واحد بس هيك سالفه يعني سولفت وياه، قلت له يعني جبناها موضوع صار نقاش، قلت له الامام الحسين سعودي، قال شنو سعودي؟ انت صدق تحكي؟ يعني ما يدري سعودي ما يدري، يعني هو عباله يعني هنا عراقي، عباله عراقي وهنا الموضوع، يعني عباله من اهل البصره مثلا واجا الكربله هيك، يعني ما يدري هو كان هو عايش في السعوديه، ما يدري يعني ما يدري تفاصيله، هو ما يدري ايش قد عمره واستشهد اصلا. انا كنت ناس اساله انت ذول اللي تخابروك ما تكون متصلين، اساله اقول له ايش قد عمره، اغلبهم ما الله يدرون ايش قد المستعان. عمره يعني واستشهد ما يدرون، طب انا عايز اعرف بس، تعرف اسال شنو؟ سؤال، يعني ايه اللي مخليك متمسك بالشيعة ده؟ يعني انت ايه اللي مخليك متمسك بالتشيع؟ لما يعني هو احنا مجتمعنا يعني احنا هسه عايشين بمجتمعنا اللي موجودين بكلهم شيعه يعني، فانت عادي يعني شنو المشكله اذا مثلا يعني انت شيعي، انت الله شيعي مثلا المستعان. افكارك هي انت شيعي مثلا بديانتك، بس انت افكارك يعني مختلفه يعني عقلك، انا هسه شيعي بس افكاره على مختلفه العموم عنه. ربنا يهديك للحق، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. الله يحفظك استاذ، رحم الله والديك.